صباح الخير يا طنط حشرية. يا دندونة يا بنتي، تعالي نقعد نتكلم مع بعض شوية. أسفة والله يا طنط، عندي شغل كتير، هاجي النهاردة بالليل وأبقى أجي أقعد أتكلم معاكي. يلا باي باي. مفيش حاجة أصلا عشان تعرفيها يا طنط، مفيش حاجة جديدة في حياتنا، سلام بقى، فكك مننا. والله يا دندونة يا بنتي، مش عارفة أبدألك منين، أصل طنطك حشرية جاي لها عريس. عبالك يا بنت يا دندونة، عبالك. عريس ليك انت يا طنط، يا الف مبروك. وده مين بقى؟ ان شاء الله سعيد الحظ اللي هيتجوز طنط حشرية. ايه بقى المطلوب مني دلوقتي يا طنط حشرية، يا عروسة يا جميلة يا مدام خبيبة؟ فيعني يا دندونة يا بنتي، لو يعني ما فيهاش رزالة، يعني تيجي تزوقيني، تزوقي طنطك حشرية برضو ليك يوم يا حبيبتي، ومسيرة اقف جنبك وزوقك قدام عريسك ان شاء الله، يعني ولي شاء الله. يا طنط يا حشرية يا قمر، انتي مهما زوقتك حضرتك يور مانش، يور مانش. مانش ايه؟ مانش دي كناية. تعالي هنا يا بنت يا دين، ما تكلميني عربي يا بنت، ما تيجي. مانش يعني ايه؟ ما هو طبعا اكيد حاجه وحشه، ما انا اصلي عشان حلوه ومخشه وزي الفل وبيجي لي عرسان. متغاظة مني، اجمعني دي تاني مره اتجوز فيها، وانت يا اختي ما اتجوزتيش لحد دلوقتي. ناس ما عندهاش وحده دم.